مرحبا. فرنسا والأرجنتين بنهائي قطر 2022، تاريخ المواجهات بين الفريقين لصالح الأرجنتين، والفريق الفرنسي عم يتوعد ميسي بحرمانه من رفع الكأس مثل ما عمل بالمونديال الماضي. خليكم معنا ثواني ومنبلش. عشاق كرة القدم بالعالم كلهم عم يستنوا مباراة قوية بين الأرجنتين وفرنسا بنهائي كأس العالم 2022 بقطر. الديوك الفرنسية تأهلوا للنهائي بعد ما فازوا على المغرب بهدفين بدون رد، أما راقصين التانجو وصلوا لهالمباراة بعد انتصارهم الكبير على كرواتيا وصيفة بطل العالم بثلاث أهداف نظيفة. موعد المباراة المرتقبة بين فرنسا بطلة العالم سنة 2018 والأرجنتين بطلة العالم مرتين سابقا راح يكون الساعة 5 المساء الأحد الجاي بنهائي المونديال. إذا بدنا نرجع شوي لتاريخ لقاء الفريقين الكبار، فالأرقام بتقول أنه التقى منتخب الأرجنتين مع منافسه الفرنسي بخمس مواجهات منهم ثلاثة بكأس العالم، وهاللقاءات تفوق منتخب التانجو بأربع مباريات مقابل انتصار وحيد للديوك الفرنسية. أول مباراة بين الفريقين كانت بالنسخة الأولى من كأس العالم يلي صارت بالأوروغواي سنة 1930، فاز بوقتها منتخب الأرجنتين بهدف يتيم عن طريق لويس مانتي سجله بالدقيقة 81. انعادت المواجهة مرة ثانية بالمونديال يلي استضافته الأرجنتين على أرضها سنة 1978، وفاز منتخب التانجو بهدفين مقابل هدف واحد، واستنوا الفريقين بعدها مدة 30 سنة لحتى يلتقوا بمباراة ودية بال 2007، وظلت الأرجنتين على نهج الانتصار على فرنسا وهالمرة بهدف وحيد وقع عليه النجم الشهير خافيير سافيولا. وبعد سنتين رجعوا الفريقين تواجهوا بمباراة ودية كمان باللقاء يلي حمل رقم 4 بيناتهم، وفي كمان كرس منتخب التانجو عقدة فرنسا اتجاهه وربح اللقاء بهدفين بدون رد اجوا عن طريق غوتيريز وليونيل ميسي. آخر مواجهة بين هالمنتخبين كانت بمونديال روسيا 2018 بدور ال 16 تحديدا، بس هالمواجهة منتخب فرنسا كسر عادة المنتخب الأرجنتيني لأول مرة بعد ما فاز عليه بنتيجة 4-3. أهداف الديوك الفرنسية وقتها كانوا من أنطوان غريزمان وبافارد وكيليان مبابي يلي سجل جولين، بالوقت يلي سجل الأرجنتين سيرجيو أغويرو وأنخيل دي ماريا وغابرييل ميركادو. بعد هذا الفوز واصل منتخب فرنسا مشواره المبهر بالبطولة لحد التتويج باللقب بعد الفوز العريض على المنتخب الكرواتي نتيجة 4-2. والفريقين الأرجنتيني والفرنسي حاطين يوم الأحد الجاي عينهم للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة بتاريخهم بعد ما توج الديوك باللقب بال 1998 بقيادة النجم الأسطوري وجوهرة فرنسا زين الدين زيدان، وسنة 2018 بقيادة كيليان مبابي وكوكبة من النجوم يلي أغلبهم لساتهم لابسين قميص المنتخب الفرنسي. أما الفريق الأرجنتيني توج باللقب الغالي بال 1978 بالأرجنتين، وسنة 1986 بالمكسيك بقيادة الأسطورة الراحل مارادونا يلي قال عنه ميسي بعد الفوز على كرواتيا إنه روحه بالسماء عم تراقب منتخب الأرجنتين. المنتخب الأرجنتيني يلي قدر ياخد اللقبين بقارة أمريكا الجنوبية وما قدر على لقبين تانيين لما خاض النهائي وخسره ضد ألمانيا بمونديال إيطاليا بال 1990، ورجع خسره كمان قدام ألمانيا بمونديال برازيل 2014. هلأ حاليا عم يتأمل أنه يكون مونديال قطر 2022 فالخير عليه وعلى نجمه ميسي يلي دائما بيستحضر كابوس الخسارة مع ألمانيا بمونديال البرازيل، وكتار يلي عندهم قناعة انه كرة القدم ما رح تعطي ميسي حقه اذا ما فاز هالمرة بكأس العالم مع منتخب بلاده مثل ما عمل الاسطورة الراحل مارادونا، وخصوصا انه هذا الكأس يمكن يكون الاخير لميسي بعد ما صار عمره اكثر من 35 سنة وشارك للمرة الخامسة بالنهائيات. وكمان هالمباراة فرصة للارجنتين ولميسي منشان ياخدوا بتارون من خسارتهم من فرنسا يلي طلعتهم من دور ال 16 بكأس العالم الماضية بروسيا بنفس الأسماء الفرنسية ونفس المدرب يلي رح يواجههم الأحد الجاي. بالمقابل فرنسا رح تكون عم تدير بالها ورح تحاول قدر الإمكان أنه تستثمر هذا الجيل الذهبي وتجيب الكأس للمرة الثانية بعد ما كسرت قاعدة خروج البطل من الدور الأول يلي إلى سنين طويلة، ودشن الفريق الفرنسي بعد ما طلع من مونديال
2002 من الدور الأول، وهو متوج ببطولة 1998. بالنسبة للمدرب ديشام فهو حريص كمان على أنه يفوز بالبطولة كمدرب للمرة الثانية على التوالي بعد ما فاز فيها كلاعب مع زيدان على الأرض الفرنسية سنة 1998. وباللعب على الوتر النفسي اللي غالبا بيسبق مباريات مهمة مثل المباراة النهائية كان واضح، يعني لاعبين من منتخب فرنسا أوليفييه جيرو وتيو هرنانديز وجهوا تحذير بأنه رح يقضوا على حلم الأسطورة الأرجنتيني بالتتويج بلقب كأس العالم يوم الأحد الجاي. قال تيو بتصريحات صحفية للغازيتا ديلو سبورت الإيطالية نشر موقع الفيفا: أنا متعب بس جيد جدا أنه نحن فزنا بنص نهائي كأس العالم. وكمل ظهير أيسر ميلان: لازم نتعافى مشان يوم الأحد، نحن مو خايفين من ميسي، الأرجنتين فريق رائع وعنا أيام قليلة للعمل. جيرو يلي صار خلال البطولة أفضل هداف لمنتخب فرنسا على الإطلاق كان جزء من الفريق يلي هزم الأرجنتين بنتيجة 4-3 بدور الـ 16 بمونديال روسيا 2018، كمل طريقه بعدها حتى اللقب الغالي، وهذا الشيء يلي متأمل أنه يعيده يوم الأحد الجاي. لهم بتكون وصلت حلقتنا لنهايتها، انطرونا بحلقة جديدة.